أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تركيا ستندم على إسقاط الطائرة الروسية، مشيرا في مستهل خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية إلى أن من يعتقد أن رد روسيا سيقتصر على العقوبات الاقتصادية مخطئ جدا. ولفت إلى أنه لا يمكن تجاهل دعم تركيا للإرهابيين الذين قدمت لهم الملاجئ أثناء حروبهم أو حربهم في شمال القوقاز. أشكر العسكريين الروس الذين يحاربون الإرهاب الدولي في سوريا. نحن تمكنا من طرد الإرهابيين تقريبا من الأراضي الروسية، لكننا ما زلنا نواجه هذا الشر. فمن المستحيل القضاء على الإرهاب الدولي بقدرات دولة واحدة فقط. لن ننسى إسقاط تركيا طائرة روسية، ولا يمكن تجاهل مساعدتها للإرهاب، كما أنها تنتظر منا ردا غاضبا، ولكن لن نستعرض عضلاتنا. سنرد على مقتل العسكريين الروسيين بصورة مسؤولة وبدون هستيريا.